أراد الدنيا فعليه بالتجارة، ومن أراد الآخرة فعليه بالزهادة، ومن أرادهما فعليه بالفقاهة. الشخص الذي يريد الدنيا التجارة، لأن 19 الرزق في التجارة، ومن أراد الآخرة فعليه بالزهادة، يتزهد في الدنيا. والتزهد فسره الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بأن لا يملكك شيء، لا أن لا تملك شيئا. ليس معنى الزاهد الذي لا يأكل ولا يلبس ولا يتزوج ولا يسكن في بيت واسع، وإنما معناه أن لا يكون أسير شهواته وغضبه، وإنما شهوته وغضبه أسيران بيده، يوجه شهوته ويوجه غضبه، لا أن الشهوة والغضب يوجهانه. هذا بحث الآن لسنا بصدده. ومن أرادهما فعليه بالفقاهة. إذا أردت الدنيا وأردت الآخرة فعليك أن تكون فقيها في الدين. وفي بعض الأدعية: اللهم فقهني في الدين، وحببني إلى المسلمين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. الآن كلامنا في القسم الثالث، ومن أرادهما فعليه بالفقاهة. الفقاهة له معنيان، قد يكون يعبر بالفقه ويراد به المسائل والأحكام المبوبة من أول الطهارة إلى آخر الديات، يعني أن الإنسان يكون مجتهدا فقيها على الاصطلاح المشهور. وقد يكون يراد بالفقه هو المعنى الذي عبر عنه في كثير من الآيات والروايات، والذي يراد بالفقه هو فهم الدين والدنيا. هذا يسمى فقها، يعني إنسان يفهم الدين بمجموعة، لأن الدين ليس خاصا بالفقه بالمعنى المشهور للفقه، وإنما الفقه عبارة عن تفهم الدين، أصول الدين، فروع الدين، الأخلاق، الآداب، المحرمات، الواجبات، المكروهات، التاريخ، قصص الأنبياء، الردود، الاحتجاجات وما أشبه. هذه المجموعة تسمى فقها بالإضافة إلى الفقه المشهور. فيعبر كثيرا ما في الدين الإسلامي كتابا وسنة عن الفقه بهذا الفهم المستوعب.